بسم الله. عندنا تمرين بلومتريك هيشغل عضلات الشيست والذراعين الترايسبس والكتف الامامي الانتيريور ديلتويد، اسمه رياكتيف وول بوش اب. هنقف نبعد عن حيطه من 60 سم ل 100 سم، من 60 سم لمتر يعني، واقف جسمي مشدود، هنزل على الحيطه، بعد كده هاخد وضع البوش اب كيعاني بتكون مفتوحه كده. طبعا مش هتبقى كده، طبعا ما ينفعش كوعي يبقى اعلى من كتفي، تمام، ومش هتبقى مضمومه، هتكون في درجة ما بين، يعني درجة ما بين. هنزل كده اهو، واحد اتنين، ايديا باتساع كتفي او اوسع قليلا، تمن تكرارات او تمن دفعات، مفيش ما بينهم راحة طبعا. وعندنا 3 جولات، وعندنا لحد 60 ثانية راحة بين الجولات.